بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة طبعا جديدة، واللي تعلقنا بنموذج امتحان إقليمي طبعا لنيل شهادة الدروس الابتدائية. إذا سنقوم بإنجاز هذا مع التصحيح والشرح المفصل إن شاء الله. طبعا هذا كان دورة يونيو 2021. نعم، نشرح على بركة الله. نعم، لنقرأ النص. الزيتونة شجرة معمرة ودائمة الخضرة، أي أن أوراقها لا تتساقط في فصل الخريف، وقد يصل ارتفاعها إلى 15 مترا. أوراقها بسيطة سهمية ذات لون أخضر داكن، وتثمر الشجرة بعد 4 أو 5 سنوات من زراعها، وتستمر في إعطاء ثمارها أكثر من 2000 عام. إنها من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات، وقد ثبت علمها نعم فو علميا وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به، فلا يختلف شخصان حول قيمتها. خشب الزيتون من الأخشاب الممتازة ذات اللون البني، وهو غني بالمواد الحافظة التي تمنع تسوسه وإصابته بالحشرات أو الأرضة للنمل الأبيض، والذي يعتبر من أشد أعداء المواد الخشبية. ثمار الزيتون غنية بالزيت، وهذا الزيت يضم نسبة عالية من الدهنيات الجيدة للجسم، كما يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من الفيتامينات. لزيت الزيتون فوائد كثيرة للمستهلكين له، لذا ينصح باستعماله وأكله. نذكر منها الفوائد: يزود الجسم بالمواد الدهنية الجيدة، يحمي الجسم من أمراض تصلب الشرايين، يؤدي تناول زيت الزيتون إلى هدوء الأعصاب وإلى تحسين حالة مريض السكري. زيت الزيتون ملطف للبشرة ودهان ممتاز للشعر ومانع لقشرة الرأس. نعم، ها هو النص. حاولوا تقرأوا، نقدم لكم حاولوا تقرأوا أكثر من طبعا مرة، قرأوا 3 مرات. بعدها نمر إلى الأسئلة، نمر إلى الأسئلة. إذا نشرح على بركة الله. بالنسبة للمجال الرئيسي اللي هو القراءة، ضع علامة، هذه علامة في أمام نوعية النص المناسب. نعم، واش النص تفسيري أم سردي أم وصفي أم توجيهي؟ يعني تفسيري يعني يقدم لنا شروحات أو تفسيرات لظاهرة معينة أو لشيء ما، إذا يقدم لنا شروحات أو وطبعا توضيحات. سردي يعني عبارة عن حكاية، يسرد لنا حكاية أو قصة. وصفي طبعا معروف الوصف، وتوجيهي يقدم لنا نصائح وتوجيهات. من خلال النص الذي قرأنا يتبين أن النص تفسيري، لأنه يقدم لنا شروحات وتفسيرات حول شجرة الزيتون وفوائدها. نعم، إذا هذا بالنسبة للأول، هو أن النص تفسيري، تعليل قارب عن اللحنة، لأنه يقدم لنا مجموعة من الشروحات والتوضيحات حول شجرة الزيتون وحول نعم فوائدها. نعم. نعم، نمر إلى السؤال التالي. إيتي بشبكة مفردات كلمة الشجرة. نعم، الآن سنقوم بشبكة مفردات كلمة الشجرة. فالشجرة نعم عندها أوراق، نعم عندها أوراق، الشجرة عندها أغصان، نعم، ثم جذور، نعم، وكذلك جذع، نعم، وممكن نقول ثمار. هنا بالنسبة للسؤال الموالي، ضع خطا تحت المعنى المناسب لكلمة يزود حسب سياقها في الجملة. إذا هنا نستعمل السياق: يزود الجسم بالمواد الدهنية الجيدة. ما معنى يزود هنا؟ واش يهب أم يقدم أم يساعد أم يمد؟ يزود الجسم بالمواد الدهنية الجيدة، يزودها يعني يمدها. نعم، يمدها. نعم، لما وصفت شجرة الزيتون بالشجرة المباركة؟ لما وصفت شجرة الزيتون بالشجرة المباركة؟ نعود إلى النص. إذا رجعنا للنص نلاحظ، يقول لك مثلا هنا: إنها من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات. إذا فهي شجرة مباركة لأنها ذكرت في القرآن الكريم شحال؟ 7 مرات. 7 مرات ذكرت في القرآن الكريم.
إذا قلنا وصف شجرة الزيتون بالشجرة المباركة لأنها نعم ذكرت في القرآن الكريم طبعا 7 مرات، لأنها ذكرت في القرآن الكريم 7 مرات، هذه ذكرت غير الكتاب المضروب. أستخرج من النجمة تدل على أن لزيت الزيتون فوائد تجميلية، لزيت الزيتون فوائد تجميلية. نعم سنعود إلى النص كذلك، في آخر النص لاحظوا زيت الزيتون ملطف للبشرة ودهان ممتاز للشعر ومانع لقشرة الرأس، إذا هو الجواب ديال أنه نعم ملطف للبشرة ودهان ممتاز للشعر ومانع لقشرة طبعا قشرة الرأس، إذا هذه الفوائد التجميلية المذكورة في النص نسجلها. إذا كما قلنا أنه ملطف للبشرة، نعم ملطف للبشرة، ملطف للبشرة، نعم ثم قلنا دهان ممتاز للشعر، دهان ممتاز للشعر، هذه فوائد تجميلية عنده، ثم مانع لقشرة الرأس، مانع لقشرة الرأس، يمنع مانع لقشرة الرأس، مرطب البشرة، دهان ممتاز للشعر ومانع لقشرة الرأس حسب النص. إذا قالوا لنا نحدد الفكرة العامة للنص، إذا ممكن نقولوا الشجرة المباركة، الشجرة المباركة، مباركة قد نقولوا شجرة الزيتون وفوائدها، شجرة الزيتون وفوائدها أو الشجرة المباركة. نعم هنا قالوا لنا ثاني اكتب تلخيصا للفقرة الثانية، نعم نعود إلى الفقرة الثانية حتى نقوم بالتلخيص ديالها. ها الفقرة الثانية نقرأها، أوراقها بسيطة سهمية ذات لون أخضر داكن وتثمر الشجرة بعد 4 5 سنوات من زراعتها وتستمر في إعطاء ثمارها أكثر من 2000 عام، إنها من الأشجار المباركة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات وقد ثبت علميا فوائد أكل زيت الزيتون والدهان به فلا يختلف شخصان حول قيمته. إذن هذه طبعا الفقرة الثانية سنقوم طبعا بتلخيصها. إذا لاحظوا أوراقها السهمية، إذا تتميز شجرة الزيتون باش بأوراقها الدائمة الخضراء، لاحظوا دائمة الخضراء نعم، وثم تثمر شجرة وبثمارها، إذا تتميز باش بأوراقها وثمارها طبعا، وطبعا وهي شجرة مباركة، نعم فهي شجرة مباركة ولها فوائد. نذكر هذا الشيء أن شجرة الزيتون تتميز شجرة الزيتون باللون الأخضر وثمارها طبعا وعندها فوائد وهي شجرة مباركة. نعم إذا كتبوا ملخص نديروا هنايا، تتميز شجرة الزيتون، تتميز نعم شجرة، أعتذر على ما عنديش اتساع في نكتب باش ندير الزيتون، ب طبعا قلنا بأوراقها دائمة الخضرار، بأوراقها الدائمة الخضرار، نعم دائمة الخضرار، وعندها طبعا وبثمارها تثمر وبثمارها. إذا ثم تحدثنا عن فوائدها، عندها فوائد وطبعا إنها شجرة مباركة، نعم إنها طبعا شجرة مباركة ذكرت في القرآن، مهمة ذكرت في القرآن الكريم، ذكرت هاي ذكرت نصحوا هذه ذكرت في القرآن الكريم. نعم نمر للسؤال الموالي، ما القيمة التي يروجها النص؟ نعم شنو القيمة التي يروجها النص؟ إذا النص هنا شكر نعم الله عز وجل، لاحظوا أن شجرة الزيتون عندها مجموعة من الفوائد، إذا شكر نعم الله عز وجل طبعا، شوف هي الامتنان طبعا وكذلك العرفان، نعم نعلم ثاني فوائد هذه الشجرة، فوائد الشجرة طبعا
للحفاظ عليها، فوائد ديالها. اذا من القيم ديالها ان شكر نعم الله عز وجل، راح يوصل الزيتون لما فوائد متعدده ومتنوعه، الامتنان، العرفان طبعا، وفوائد فوائده شجره الزيتون، وقيمه يروج لها الحفاظ على هذه طبعا الاشجار. ما رأيك فيما خلص إليه الكاتب من أن شجرة الزيتون شجرة مباركة؟ نعم، صحيح أن شجرة الزيتون شجرة مباركة، طبعا نظرا لقيمتها، نظرا لما توفره لنا من فوائد طبعا، سواء تتعلق بالفوائد الغذائية، الفوائد الغذائية وكذلك الصحية. إذا أنا متفق مع الكاتب عندما قال الشجرة الزيتونة المباركة لما لها من فوائد طبعا غذائية وصحية، ويكفي أنها ذكرت في القرآن الكريم، يكفي أنها ذكرت في القرآن الكريم. نمر إلى المجال الرئيسي الثاني اللي هو الظواهر اللغوية، المجال الفرعي طبعا صرف التحويل. حول العبارة التالية إلى الجمع المخاطب، فهنا نغرس شجرة، وهناك ننظف حديقة ونساعد فقيرا، وفي المدارس نحترم الأنظمة والقوانين. إذا شخصنا سطروا على شو طلبوا منا، الجمع المخاطب، نعم هما أنتم، نعم فنقول فهنا إذا قلنا أنتم تغرسون، فهنا تغرسون طبعا نكتب شجرة الزيتون هنا، تنظفون ثاني، لكن نكتب لكم على اللي يتحول، تنظفون حديقة، نعم وتساعدون، نعم تساعدون، نعم فقيرا في المدرسة، ثم هذا الفعل هذا تحترمون. انا قمت فقط بتحويل اللي ما ينبغي تحويله، نغرس ننظف نساعد ونحترم. اذا فهنا انتم تغرسون شجره، وهناك انتم تنظفون حديقه، تساعدون فقيرا في المدارس، تحترمون انظمه قانونيه. نعم، هنا السؤال صوغ اسم فاعل واسم مفعول مع الشكل. نعم، من فعل فقد، فقد فعل ثلاثي، إذا اسم فاعل على وزن فاعل كان ثلاثي، فقد فاقد، نعم فقد فاقد. اسم مفعول من الثلاثي على وزن مفعول، فنقول فقد مفقود، مفقود فقد مفقود. أما إذا كان غير ثلاثي يتنفس، رجعوا للماضي، تنفس غير ثلاثي، كنديروا ميم مضمومة وكسر ما قبل آخره، متنفس. أعتذر على الكتابة لأن عندي المجال ضيق، ضيق باش نكتب متنفس. واسم مفعول متنفس، متنفس. شنو هي القاعدة دابا هنا؟ إذا كان غير ثلاثي كنبداو بميم مضمومة وكسر ما قبل آخره في اسم فاعل، ولا كان اسم مفعول كنبداو بميم مضمومة وفتح ما قبل آخره، متنفس. هانت يتنفس حول الماضي، تنفس، متنفس، متنفس، متنفس. هنا ضع وصوغ اسم الزمان المكان الافعال التاليه مع الشكل. نعم، ان الفعل المطلوب هو وضع، ان نديرو له اسم مكان موضع، اذا هنا غنكتب شويه مزيان لان ولا شويه اتساع، موضع، نعم وضع موضع، اسم طبعا مكان، اسم زمان، وعد موعد، موعد. اذا إذا كان الفعل ثلاثي سهل اسم المكان، إما يكون على وزن مفعيل أو مفعل، موضع أو موعد. هنا اسم الآلة كوا مكوات على وزن مفعلة، مكوات، التاء مربوطة لأن مفعلة. حسن اسم تفضيل، أحسن اسم تفضيل يكون على وزن أفعل، أحسن أفضل، حسن أحسن، جمل أجمل، فضل أفضل، كثر أكثر. نعم، الآن حول الأرقام إلى حروف في الجملة الثالثة مع ضبط معدود. نعم، شارك في الحملة طبعا التحسيسية، شنو قلنا؟ شارك في الحملة التحسيسية، نقول شارك في الحملة التحسيسية، عندنا 100، شارك 100 متطوعين. نعم،
استشهد طبعا هنايا التي اعتذر، استشهد 14 جنديا، استشهد أربعة طبعا عشر جنديا، جنديا في طبعا جنديا هو يدافع عن الوطن، المهم 14 جنديا. علاش؟ لأن جندي مذكر، فهذا طبعا سيكون بحاله 10 جنديا، وكان جندية تكون 10 جندية. نعم 14 جنديا. الآن سنمر، املأ الفراغ بأداة نصب مناسبة مع الشكل. نعم نقول هنايا تفخر بوطنك إلا بعد تساهم في بنائه. إذا أداة نصب بحال لن تفخر، لن تفخر إلا بعد أن تساهم، إلا بعد أن تساهم طبعا في بنائه. نمر إلى السؤال الموالي، نشوف واش تبان هذه. نعم ما بانش لينا مزيان، غنحاول نقدوها. هي هنا شنو قالنا؟ أدخل أداة جزم مناسبة على الفعل وأعد كتابته بالشكل التام. كل مواطن نعم يعمل لأجل رفع، لا يعمل، ماشي لا يعمل، لم يعمل. أداة جزم بحال لم يعمل. إذا هنا نديرو يعمل، نديرو مجزوم لم يعمل. إن الفراغ ما يناسب من الأسماء الخمسة فيما يلي: عاد من المعركة. إذا عاد فعل، فيكون عندنا أخوك، عاد أخوك. نعم هنا فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة. إملأ الفراغ بتوكيد معنوي مع الشكل: إنه الجندي، نعم الذي حارب أجل الحرية، إنه الجندي الصالح، ولا مثلا جندي صالح، الجندي الشجاع، ياك الجندي الشجاع، أو نقول مثلا توكيد لفظي ماشي أعتذر، توكيد لفظي ماشي توكيد معنوي ماشي نعت. إنه الجندي نفسه، إنه الجندي نفسه، إنه الجندي نفسه أو عينه، إنه الجندي عينه، أو إنه الجندي نفسه الذي حارب لأجل الحرية. علاش؟ لأن هذا توكيد معنوي، توكيد معنوي. فالتوكيد المعنوي هو اللي معه نفسه، عينه، جميعه، عامته، كلا طبعا يكون ضمير غائب. إنه الجندي نفسه، إنه الجندي نفسه، أو إنه الجندي عينه. صادفت الحاضرين في الندوة الصحفية، هذا توكيد طبعا معنوي. صادفت الحاضرين طبعا جميعهم، مثلا صادفت جميعهم، جميعهم نعم خصها تكون بحال جميعهم. صادفت الحاضرين جميعهم أو كلهم، كلهم صحيحة، أو عامتهم، نعم أو عامتهم. صادفت الحاضرين كلهم، جميعهم، عامتهم، هذا هو التوكيد المعنوي. نعم هنا طلبوا منا، قالوا لنا أملأ الجدول ما هو مطلوب. وطني من أكثر الأوطان جمالا، التمييز. إذا باش كيتميز وطني بجمال، جمالا، وهذا طبعا تمييز ملحوظ نلاحظه. نعم نستشفه من الجملة، نفهمه من الجملة. نعم هنا عندنا الإعراب، إذا الإعراب ضروري العودة إلى النص، حسب النص نعود إلى الإعراب. وقد يصل ارتفاعها إلى 15 مترا، 15 مترا. فهنا مترا جاء طبعا تمييز، نعم شنو جاء؟ تمييز، نكتبه هنا تمييز، نعم منصوب باش من مترا، وعلامات نصبه طبعا تنوين الفتح، علامات وعلامة نصبه تنوين الفتح، نعم مترا. نرجعوا لتاني، هذه ديال شخصان في نهاية. فلا يختلف شخصان، يختلف فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهر، شخصان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. نعم نقول فاعل، خنكتبو هنا فاعل، دائما الفاعل مرفوع باش مرفوع بالألف لأنه مثنى، المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. بالحشرات بي طبعا حرف جر،
وطبعا يضربون بالحشرات، هنا بحرف وجرين، والحشرات اسم مجرور، الحشرات اسم مجرور، بالحشرات اسم طبعا مجرور. ثم عندنا للمستهلكين، لي حرف جر، المستهلكين، مستهلكين اسم مجرور، اسم طبعا مجرور، اذا لي حرف جر والمستهلكين اسم مجرور. باش مجرور بالياء، اسم مجرور بالياء لانه جمع مذكر سالم، مجرور بالياء لانه جمع مذكر السالم، ينصب يجر طبعا بالياء. نمشيو للمجال الفرعي ديال الكتاب، الاملاء عندنا هنا املاء الفراغ بابن او بن. اذا لك عند هذا الالف هذا طبعا ما تمكنش هذا الالف اذا كانت بين علامين او مسبوقه باداه نداء او اداه استفهام. يا مادام هذا نداء تكون محذوفه الالف، يا ابن صالح كن من اصحاب الهمم العاليه. اكمل بالف لينه، الف لينه معروفه اما هذه الالف او ادياب مقصوره او ممدوده. ملها ملي تكون رباعي ولا هذا كيكون الف دائما مقصوره الا لو كان سبقها الياء، الهدايا سبقها الياء، اذا تكون الف ممدوده. اكتب كل همزه بشكل صحيح في الكلمه التاليه، مل اون في اخر كلمه وقبلها سكون تكون على السطر، تواطؤ اخر كلمه وقبلها ضمه تكون على الواو، تواطؤ فؤاد في وسط الكلمه عندنا هي عند الفتحه وقبل منها الضمه، الضمه كتغلب فؤاد تكون همزه على الواو. هنا بأس، بأس شديد، بأس تكون همزة على الألف، بأس. نعم أكمل كل كلمة ناقصة بهمزة مناسبة. انفصل أبي عن أمي بعد عامين اثنين من زواجهما، انفصل هذا فعل خماسي تكون همزة وصل، انفصل أبي عن أمي بعد عامين اثنين من زواجهما. من مور هاد الشيء هذا تيجي لنا تيقول لك غادي تعتذر، هنا طلبوا منا شكل اوراقها 7 مرات الدهنيات. هاد اوراق غنشوفوها في النص، لاحظوا في النص هنا قالوا لنا اي ان اوراقها، ان حرف نصب بالتوكيد، اوراقها اذا تكون هنا عندنا اوراقها، اهم حاجه هي هاد اوراقها. ثم رجعوا ذكرت في القران ولا ذكرها في القران شحال من مره، قلنا 7 مرات، إذا هنا غنديرو 7 مرات. وثم عدد الدهنيات، خلينا نشوفو الدهنيات فين جات. نعم 7 مرات ها هي، نسب عالية من الدهنيات، من حرف جر، الدهنيات اسم مجرور فتشكل هكذا، الدهنيات. نعم هنا قلت يؤدي تناول زيت الزيتون الى هدوء الاعصاب. المجال الفرعي اكتب رساله شخصيه ما بين 8 الى 10 اسطر لصديقه لك تنفع تقنعه بتناول زيت الزيتون لما له من فوائد على الصحه. اذا هنا لابد من راعيه طبعا الشروط ديال مثال التقديم، اولا يكون الوضوح في الكتابه والجوده في التنظيم، ثم يكون المضمون يعني يكون واحد الرسم معجم يلائم الموضوع، وخذوا كاع من النص. ثم تكون عناصر الرسالة، أولا توظيف مهارة الكتابة المناسبة، الرسالة الشخصية شنو كنديرو فيها، العناصر ديالها الشخصية، وخلو الموضوع من الأخطاء التعبيرية والنحوية والسلام، والتوظيف السليم لعلامة الترغيب. سأضع لكم نموذج ديال رسالة تتعلق به هذا الزيتون، زيت الزيتون، نعم لإقناع أحد أصدقاء نعم بتناوله.